تتجوزني يا عيسى؟ يلا بينا، نهارك ابيض. بتقولي ايه؟ زي ما بقولك كده، تتجوزني يا عيسى؟ انا عارفه ان محدش حبني قدك، وانك ممكن تعمل اي حاجه في الدنيا دي عشاني. انا كنت عاميه ومش شايفاك، بس خلاص فتحت واديني جيت لك اقول حد عندك، وبقولك اني عايزه اعيش في طوعك واكمل اللي فاضل من عمري وانا بتحمى فيك. حقك عليا يا عيسى، ما تزعلش مني. انا صحيح جيت عليك وكسرت بخاطرك ياما، بس خلاص انا مش عايزه من الدنيا دي اي حاجه غيرك انت. انا على وعدي واموري وانا نفذ يا ست الستات. ليله اسكندريه كلها تحكي وتضحك عنها، لا عاوزاها في فندق ولا في قاعه على البحر. لو حابه نعملها فوق القمر. لا، في وسط المنطقة عندنا. الترابيزات كده تتفرش من أول الشارع لآخره، والمزيكا تدق 3 أيام بلياليهم. 7 ليالي وأنور لك الكورنيش والبحر تمة. وعاوزة بيت. بيت إيه؟ قولي فيلا، قصر، حاجة تليق بيكي. لا، أنا عاوزة بيت العتاولة. وماله؟ ونكتبه باسمك كمان. أنا عاوزة بيت العتاولة يتهد على نفخهم ونفخ اللي جابوهم، وتجيب لي حق ابني اللي مات، وترجع لي فارس. إن كان على فارس أمره سهل، ونصار حسابه تقل معايا قوي. هنصفوه ونخلوه يقابل وجه كريم. عايزة تولعي في أهله أنت؟ ها؟ نصار ده ما بقاش يلزمني خالص. أنا عاوزة اللي في بطن حنة